مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وزي ما قلت لحضراتكم دي فقرة الصحافة. معانا المنشطات اليومية النهاردة ونناقشها مع حضراتكم، وبيساعدنا في تحليل الخبر معانا الأستاذ علاء الدين الحلواني الكاتب الصحفي بأخبار اليوم. صباح الخير أستاذ علاء. طبعا نور يا فندم على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. الحقيقه طبعا احنا معانا يعني منشطات اليوميه النهارده، اسمح لي نقول اول خبر ونتناقش فيه مع حضرتك. تحت امر حضرتك. اتفضل. شكرا. مشاهدينا الخبر الاول، الرئيس السيسي يشهد افتتاح المرحله الرابعه للخط الثالث للمترو ويؤكد مش سايبين حاجه ما بنشتغلش فيها، ونسعى لصفر كورونا وأحياء لن نسمح فيها بالبناء مرة أخرى ولن نتهاون في ذلك، وعدل منصور ساهم بدور عظيم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية بمشاركة عدد من المسؤولين والوزراء. وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي هدية تذكارية للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك لمساهمته الوطنية ودوره العظيم في أصعب المراحل التي مر بها الوطن. وأكد الرئيس أن التحديات والمشكلات كثيرة والحكومة عليها أعباء كبيرة خلال تلك المرحلة، والدولة تسعى لتقديم خدمة مميزة للمواطنين من خلال تطوير شبكات الطرق، مضيفا عاوزين نعمل حاجة جيدة لشعبنا وأهلنا علشان نساعدهم ونريحهم مش بس علشان يتحرك على الطريق. طيب أستاذ علاء، طبعا احنا كلنا شفنا فعلا يعني الفترة اللي فاتت التطور اللي حصل يعني في الطرق في كل حاجة، طبعا حضرتك عارف وملاحظ طبعا، واحنا كمان كمواطنين يعني عارفين وشايفين هذا التطور، وطبعا يعني الخبر بيؤكد بهذا الموضوع. دايما بنحب نقول يعني توضيح يعني تفاصيل حضرتك عن هذا الخبر، شايف حضرتك ايضا لو في معلومات في الفترة المقبلة عن تطوير اكتر نعرف عنه يعني لمشاهدينا، حضرتك يعني فدنا في هذا الموضوع. يعني طبعا زي ما حضرتك تفضلت مشكورا واشرت ان احنا ماشيين في كل الاتجاهات، زي ما بيقولوا في يد تبني ويد تحمل السلاح، عندنا الصناعه وكل ده في ظل مواجهه جائحه كورونا وتطبيق الاجراءات الاحترازيه واستكمال النجاحات اللي احنا بداناها في مقاومه هذا الفيروس اللي قطعنا فيه شروط كبير، ويمكن رغم ان في اصابات لكن احنا كنا افضل كثيرا من عدد كبير من دول العالم، ولم نتعرض اقتصاديا نتيجة افتتاح عدد كبير جدا من المشروعات، ونتيجة ايضا ان عدد كبير من هذه المشروعات فعلا بدأ يدر الانتاج وبدأت عجلة الدوران الانتاج تدور وتساهم في رفع معدل التنمية الخاص بالدولة. لكن خلينا نقول لما نيجي ان احنا نشهد افتتاح اللي شاهده الرئيس امس زي الافتتاحات اللي هي اللي الرئيس بيقوم بيها على مدار السنوات الماضية، ومنذ بالتحديد منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية منتصف 2014، والرئيس دايما زي ما بيقولوا ما فيش يوم إلا لما بيبقى عندنا افتتاحات أو مرور على مشروعات، الرئيس بيفاجئ العاملين ليلا وفجرا ونهارا في جولات ميدانية مفاجأة، وده يمكن اللي خلانا ان احنا نخطو خطوات عديدة في هذا المجال. موضوع تطوير المترو او افتتاح هذه المنطقه التبادليه واستكمال الانجازات في مجال النقل والمواصلات، اعتقد ان احنا قطعنا فيه شوط كبير جدا منذ بدايه العمل، وبالتحديد في 2014 لما بدانا نستكمل ما يزيد عن او ما يقرب في الوقت الحالي عن 8000 كيلو متر على مستوى انحاء الجمهوريه، وتطوير البنيه التحتيه وتطوير شبكه الطرق. بالتزامن معاها موضوع المترو، احنا عارفين الزحام اللي بتشهده القاهره الكبرى وبالتحديد العاصمه، اعتقد ان هذا الموضوع يعني كلنا عانينا منه سنوات طويله، لكن ما شاهدناه من افتتاحات في خطوط المترو وفي المناطق التبادليه والتطوير، مش افتتاح محطات مترو فقط او افتتاح خطوط جديده فقط، لكن هناك تطوير في الاداء، هناك يمكن احنا كلنا شفنا وشاهدنا الطريقه التي بيعمل معاها المترو، وبدانا ان احنا نقلل السلبيات على اكبر قدر ممكن. الرئيس ايضا لمحه كريمه منه، وكعادته دايما بيشيد بكل من افهم بانجازات لهذا الوطن،
زي ما بنعاقب المهمل او الفاسد، احنا كل ما نقدم تضحيه للوطن بنشيد بيه، بنرفع اسمه، بنخلد اسمه نتيجه تضحيات هو قدمها للوطن، ودي دايما بتبقى دافع لكل مواطن وكل عامل في موقعه، سواء موظف او عامل او صانع او زارع في اي مكان. كل من يجتهد ويصيب ويقدم تضحيات للوطن لابد ان هو يتم مكافاته، وده اللي تحدث بيه امس عن الدور اللي قام بيه الرئيس الاسبق عادل منصور او المستشار الاسبق او المستشار عادل منصور الرئيس الاسبق، وده شيء جيد جدا. كلنا عرفنا خطورة الدور وأهمية الدور اللي لعبه المستشار عادل منصور في وقت حرج جدا، وإزاي إن هو ضحى بكل شيء من أجل هذا الوطن. علشان كده ياريت إن احنا نستمر في دعم كل من اجتهد، مش يعني مش يعني خاصة حتى لو رموز كانوا انتقلوا إلى الرفيق الأعلى، لأن احنا عندنا فعلا هناك رموز داخل وخارج مصر للأسف الشديد ما خدش حقها، وده اللي شفناه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كرم الرئيس محمد نجيب والرئيس الراحل محمد نجيب والرئيس السادات والرئيس جمال عبد الناصر. عندنا رموز، مش شرط ان هم يموتوا عشان نكرمهم. عندنا يعني الدكتور مجدي يعقوب، عندنا الدكتور زويل، عندنا المهندس العظيم في ألمانيا اللي طور كل يعني بمناسبة الحديث عن المترو، الطرق والمترو في ألمانيا، وكان ليه دور كبير جدا في هذا المجال. مظبوط. يعني هو طبعا احنا لما نقرا اخبار زي كده استاذ علاء طبعا بنبقى فخورين بالتطوير اللي بيحصل في مصر، وطبعا في سنوات قليله لم يعني نشهدها من قبل طبعا، فان شاء الله نرى هذا التطور في الافضل وفي الافضل الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب اسمحينا ننتقل لخبر اخر استاذ علاء. مشاهدينا الخبر اللي معانا بعد كده، صرف الدفعه الثالثه من منحه الرئاسه ل1.6 مليون عامل غير منتظم. أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن بدء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية لنحو 1,600,216 عاملا غير منتظم الأحد ولمدة 5 أيام، إذ يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية. طبعا يعني برضو دي من ضمن الجهود الجميلة جدا أستاذ علاء اللي يعني بتقوم بها الدولة، وطبعا يعني على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني ان يتم صرف مبلغ للعاملين الغير منتظمين، وده طبعا يعني علشان جائحة كورونا اللي اجتاحت، وفي ناس اتضرت كتير جدا، وفي قطاعات فعلا اتضرت بشكل كبير جدا، فطبعا دي حاجة كويسة جدا. احنا بنحب طبعا نقول الخبر ده لمشاهدينا علشان اللي ما يعرفش يبقى عارف، علشان يتم صرف هذه المنحة. يعني تعليق حضرتك طبعا عن هذا؟ طبعا احنا كلنا شفنا طبعا الصعوبات اللي واجهناها كلنا كافة المصريين، كافة دول العالم وكافة المواطنين في دول العالم كلهم واجهنا صعوبات يعني واجهوا صعوبات، لكن لما تيجي في مصر ورغم الأزمة الاقتصادية اللي بيعاني منها الجميع، وعارفين كلنا ان احنا في مرحلة بناء، والدولة تصر على استكمال منظومة البرامج الاجتماعية وحماية محدود الدخل، عارفين طبعا ان هذه الفئات هي الاقل دخلا في مصر، اما يكون عندي عامل مش منتظم وهم بمئات الالوف اللي هي العماله الموسميه وغيرها ومن محدود الدخل، اما استكمل برامج حمايه وتكافؤ كرامه وتكافل وغيرها من البرامج الاجتماعيه اللي هي يعني كانت من مكتسبات ثورة 30 يونيو ومن البرامج الهامة جدا في البرنامج الرئيسي للرئيس في البرنامج الانتخابي للرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الفترتين، اعتقد ان ده زي وزي الحاجات الكتيرة اللي هي كانت بحماية فئات كثيرة منسية، سواء ذوي الاحتياجات الخاصة او الشباب او المرأة، اعتقد ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح، لان انا لما احمي فئات كثيرة ظلمت اجتماعيا او كانت قدرتها غير قدرتها على مواجهة اعباء الحياة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، اعتقد ان ده شيء جيد جدا، وبستكمل منظومة بناء الانسان المصري على كافة المستويات، مش 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 ماديا بس، لا فكريا وثقافيا، واحنا شفناه يمكن في المشروعات اللي افتتحها الرئيس في
القضاء على العشوائيات بالتحديد المساكن الجديدة في الأسمرات وغيرها من المدن وفي الأسكندرية غيث العنب وفي كافة الأماكن اللي هي الرئيس افتتحها وبدأ يبني فيها مسجد وكنيسة ومدرسة ونقطة شرطة ومستشفى. لما بدأنا نطور ده هو ده بيسير في نفس او بيسير بالتزامن مع ان انا ما اتركش عامل محتاج في ظرف صعب واجهناه كلنا، حتى لو كان يعني لو كانت هذه المنحة صغيرة والا انها مهما كانت صغيرة الا انها يمكن بتساعد على يعني زي ما بيقولوا سد فراغ في احد يعني زي بيقول اعباء الحياه. علشان كده احنا عايزين نستمر في دعم هؤلاء، خاصه ان احنا عندنا عدد كبير جدا ونسبه كبيره من محدود الدخل اديرت في سنوات سابقه فلم يلتفت اليها اي نظام. الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن من ضمن انجازاته الكثيره ان هو اهتم بمحدود والكثير من الفئات المنسيه. يا ريت الحكومه وايضا ما ننساش منظومه الدعم اللي هي زادت قاعدتها وتوسعت وبدات تشمل غالبيه او كل المحتاجين الى زياده الدعم، وده شيء جيد جدا. عايزين نستمر في ده، بس نداء من عند حضراتكم وقناتكم الجميله ان احنا عندنا عدد كبير جدا للاسف الشديد. خلينا بقى نقضي على السلبيات لما نيجي نتكلم على الايجابيات. عدد كبير جدا من اللي استحقوا او اللي حصلوا على هذه المنح او لازالوا بياخدوا دعم، خاصه الدعم التمويني او دعم الغاز او الوقود او غيره، المفروض في مرحله بناء الدول ان اللي مش مستحق او الذي لا يستحق لا ياخذ حقوق الغير. يعني للاسف الشديد شيء لمسه ان هناك عدد كبير جدا من اللي بيستحقوا الدعم ايا كان، سواء 500 جنيه في هذه المنحه اللي قررها الرئيس للعماله الغير الموسميه او المنظومه التموينيه او غيرها، ان اللي مش مستحق يا ريت يتنازل للي هيستحق. وهذا هو يعني هذه هي قمه العداله من جانب، وقمه العداله ايضا ان انا اترك فرصه للفرد اللي هو يستحق اكثر مني. يعني هو طبعا احنا بنتمنى زي ما حضرتك اوضحت، واحنا طبعا يعني بنضم صوتنا لصوت حضرتك طبعا ان شاء الله، يعني كل المستحقين يتم صرف هذه المعونه ليهم طبعا، ويعني بنتمنى طبعا ان كل الناس تبقى في مكانه جميله وهذه الازمه تعدي على خير رب ان شاء الله. خلينا يا استاذ علان ننتقل لخبر اخر. مشاهدينا الخبر اللي معانا بعد كده، رئيس الوزراء يتابع جهود التنميه في شمال ووسط سيناء. عقد الدكتور مصطفى مبروك رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعه جهود تنميه شمال ووسط سيناء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، والسيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، واللواء ايهاب الفار رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحة، والدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية بتنفيذ خطة التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، مشددا على استمرار تلك الجهود التنفيذية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا أستاذ علاء، يعني احنا لو جينا اتكلمنا عن يعني شمال ووسط سيناء، طبعا حضرتك عارف قد ايه احنا كنا عايزين يحدث تنمية جميلة في هذه المنطقة. ايوه استاذ علاء انا سامع حضرتك، حضرتك سامعني؟ ايوه فندم مع حضرتك. استاذ علاء حضرتك سامعني؟ مع حضرتك اتفضل. ايوه فندم. احنا كان الخبر ان رئيس الوزراء بيتابع جهود التنميه في شمال ووسط سيناء. تمام. تمام وصلت. فيعني احنا عايزين نتكلم عن الخبر ده، وطبعا احنا عارفين ان يعني شمال ووسط سيناء قد ايه كنا محتاجين ان احنا يعني يحصل تنميه فيها كبيره ويتم القضاء على كل حاجه وحشه فيها طبعا، فحابين حضرتك يعني تفاصيل عن هذا الخبر. خلينا نقول ان يعني ان ده موضوع من اهم الموضوعات اللي هي يعني بتواجهها الدوله المصريه تحد كبير جدا، خاصه ان احنا عارفين ان الفراغ الاستراتيجي او الفراغ السكاني اللي بتشهده سيناء عموما او شبه جزيره سيناء سواء في الوسط او الجنوب او الشمال خلف لنا سلبيات كثيره طبعا في مقدمتها
طبعا التزايد الكبير او الرهيب في اعداد الجماعات الارهابيه او الجماعات التخريبيه اللي هي منتشره في سيناء منذ سنوات عديده نتيجه في الجبال وغيرها حتى في المدن في سيناء نتيجه ان انا عندي فراغ سكاني نتيجه ان انا كان عندي ما فيش تنميه حقيقيه. لكن النهارده لما اعمل على تنميه حقيقيه وان انا ابني مدن جديده وابني مجتمعات عمرانيه واشوف خطط تنمويه جديده للقضاء على هذا الفراغ السكاني اعتقد ان ده قمه الانجاز لاننا كلنا عارفين ان احنا يعني كلنا ضحينا بابنائنا وباصدقائنا وباهالينا في مواجهه هذه الجماعات التخريبيه اللي هي الجرثومه اللي بتلوث حياتنا منذ عصور عديده. اعتقد ان 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 اهتمام الدوله بهذا الموضوع موضوع يعني ممكن غبنا عنه سنوات رغم ان في مشروعات لكنها كانت غير بالقدر الكافي لمواجهه هذه التحديات. شفنا الفراغ السكاني في سيناء وايضا في الصحراء الغربيه شفنا النهارده يعني بيسبب لنا مشاكل ازاي. كلنا عانينا في بعد احداث 25 يناير من ويلات هذه الجماعات سواء في الشرق او في الغرب علشان كده المخرج الوحيد مش 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 لدفع عمليه التنميه فقط لا ده لحمايه الامن القومي ان انا اعمل بجهد كبير جدا على القضاء على الفراغ السكاني. ما اتركش لا الشمال ولا الجنوب ولا الوسط بدون سكان. اذا عملت على ايجاد مجتمعات سكانيه في هذه المناطق من خلال تنميه حقيقيه سواء كانت زراعيه او صناعيه او تجاريه او حتى سياحيه اعتقد ان هذه الجماعات لن تستطيع يعني التواجد اكثر من ذلك وهتفر مش هيبقى لها مجال يعني مجال يعني حتى احنا خلينا حتى مش بنتكلم عن سينا فقط كلنا فاكرين العمليه القذره اللي قادت بها الجماعات الارهابيه اللي كانت على بعد 100 كيلو فقط او اقل من مدينه 6 اكتوبر واستهدفوا جنودنا من او ابطالنا من ضباط وجنود الشرطه في عمليه خسيسه يعني كانت عمليه للاسف الشديد كانت عمليه قذره وده كان راجع لنتيجه ايضا الفراغ السكاني اللي موجود في هذه المناطق. عايزين بدل 6-7% اللي احنا عايشين عليهم في مصر عايزينهم نتوسع ودي السياسه اللي بيقوم عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء المدن الجديده. يمكن هناك ناس كتيره جدا ناس لا تعي ولا تدرك اهميه التخطيط العمراني واهميه التوغل والخروج من زي ما بيقولوا يعني حاجز 6-7% اللي بنعيش عليهم ده شيء مهم جدا. ناس كتيره جدا بتنتقد البناء في العاصمه الاداريه وغيرها من المدن الجديده والكباري والانشاءات لا دي التنميه الحقيقيه ده اللي هتخليني اخلق مجتمعات سكانيه في جميع انحاء الجمهوريه سواء في الشرق او في الغرب او الشمال والجنوب حتى لا يكون هناك مجال لتواجد اي جماعات تخريبيه وبالاضافه لكده لدفع عمليات النمو. هناك مشروعات كثيره جدا شهدتها مصر على مدار السنوات الماضيه اعتقد ان انا لو استكملتها بنفس الروح وبنفس هذه الهمه اللي بتقوم بها الحكومه في الوقت الحالي تحت اشراف السيد الرئيس اعتقد ان احنا هنكون واجهنا الكثير من التحديات الداخليه والخارجيه ومش هنلاقي دول تقدر تستغل هذا الفرق الرهيب اللي موجود في غالبيه انحاء الجمهوريه ان هي تبدا فيه. مظبوط فعلا كلام حضرتك وبنتمنى طبعا يعني الخير لكل الوضع طبعا في الفترة اللي جاية ان شاء الله. طيب اسمح لنا استاذ علاء ننتقل لخبر اخر مشاهدينا. الخبر اللي معانا بعد كده انطلاق الاجتماع الثلاثي المصري السوداني الاثيوبي حول سد النهضة. انطلق الاجتماع الثلاثي المصري السوداني الاثيوبي عن بعد حول سد النهضة حيث يشارك وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي وطبعا ده في اجتماع وزراء الخارجية والري لمصر والسودان واثيوبيا والذي يعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس. يعني طبعا حضرتك عارف استاذ علاء الفترة اللي فاتت دي يعني رغم جائحة كورونا وكل الناس وكل العالم مهتمية بهذا الشأن ولكن طبعا لو جينا اتكلمنا عن مصر طبعا في بعض القضايا كانت بتهم مصر وايضا المواطنين كانوا مهتمين بها وهو موضوع ايضا سد النهضه وطبعا يعني لاحظنا اللغط الكبير اللي حصل في الفتره اللي فاتت. حابين حضرتك تقول لنا اخر التطورات اللي حصلت ايه ويعني تطمن مشاهدينا طبعا عن هذا الموضوع.
طبعا احنا عارفين ان الرئيس منذ توليه الرئاسة وهو بيضع هذا الموضوع او بالتحديد قضية صب النهضة او قضية المياه بوجه عام في مقدمة اهتمامه. كلنا شفنا طبعا التعنت الكبير من الجانب الاثيوبي في الخروج او في محاولة الهروب من المفاوضات حتى يضعنا امام التسليم بالامر الواقع، اللي هو للأسف الشديد بدأ يعني يبقى منهج ليهم. لكن خلينا نشير نقطة مهمة جدا، ان الرئيس زي ما وعدنا في بداية حكمه ان احنا مش هنضار من اي شيء، وبالتحديد موضوع قضية صد النهضة. الرئيس دائما تلجأ مصر للحوار، احنا مش دولة حرب، احنا دولة سلام، دائما ما لجأ للقوى الناعمة وللحوار، وده اللي احنا عاملينه. الولايات المتحدة الامريكية دعتنا منذ عدة شهور للجلوس على مائدة مفاوضات بعد فشل المفاوضات اللي اجريت في ما بين الثلاث اطراف اللي هي مصر واثيوبيا والسودان. الولايات المتحده دعت وزاره الخزانه الامريكيه دعتنا الى اجتماع مشترك واجتماع ثلاثي مشترك بين الدول الثلاث، لكن للاسف الشديد الجانب الاثيوبي قعدته ما يحاول الهروب من هذه الاجتماعات للتسليم لسياسه الامر الواقع. لكن الشيء الجميل جدا ان احنا لازلنا مصرين على عدم استعداء الشعوب الأفريقية، وعلى عدم خوض أي من الحروب. لا والله أيوة أستاذ علي، إحنا مع حضرتك. فده شيء مهم جدا إن إحنا ما نستعديش ده. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان زي ما بيقولوا، رغم ان احنا بنمتلك القدره وبنمتلك القوه العسكريه لاعاده الامور لنصابها والحفاظ على حقوقنا التاريخيه وحقوقنا الطبيعيه والجغرافيه في حوض النيل وبالتحديد من مياه النيل، الا اننا يعني مستمرين في التفاوض. لكن في النهايه الخيارات كلها، عشان بنطمن الشعب المصري، الخيارات كلها متاحه. لدينا قوى ناعمه كثيره جدا ما استخدمناهاش، ويمكن من قناتكم الجميل انا عايز دور قداسة البابا طوادروس، القوى الناعمة اللي احنا لسه لحد دلوقتي ما استغلناهاش في هذه الأزمة. ويمكن احنا شفنا البابا فرانسيس لما اتكلم عن الموضوع ده، وبالتحديد في اليومين الماضيين ان هو وجه رسالة لكل الأطراف المعنية وبيتحدث عن ضرورة التوحد والعودة للمفاوضات مرة أخرى، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة وادي النيل. ودي دعوة بنضمها، احنا عارفين ان احنا في مصر الكنيسة الام اللي كانت بترأس الكنيسة الاثيوبية، واعتقد ان هذا الموضوع هو هذا الدور، ان البابا طوادروس عليه دور كبير جدا، واعتقد ان هو هيبدأ يلعبه في الايام القادمة. وايضا مع فضيل الشيخ الازهر، ان احنا برضو عندنا هناك جانب عدد كبير من المسلمين في اثيوبيا، اعتقد ان ده برضو يعني حتى ولو كانت الامال في تحقيق نتائج فيها يعني ضعيفة، لكن لابد ان احنا ناخذها. كلنا عارفين قيمة البابا طوادروس، وخاصة ان انا لما يجيني النداء ده من خارج مصر من البابا فرانسيس على ضرورة حفظ السلام وضرورة الحوار والمشاركة في كل ده، اعتقد ان ده دعوة للكل ان احنا نتشارك، ان احنا نتوافق، نستخدم قوانا النعمة قبل اللجوء لاي خيار اخر. اللي اعتقد ان اثيوبيا بتدفع دفعا للدخول في هذا الخيار من خلال الدول او المنظمات المشبوهه اللي هي بتساعدها على التصرف بجانب احادي في الفتره الماضيه. وللاسف الشديد يعني ابي احمد كل يوم اما بيدينا التصريح بيتراجع فيه، نتيجه ان هو القرار مش في ايديه، القرار من دول اجنبيه وخارجيه. انا يعني اعتقد ان مصر على يعني على مستوى الاممي قامت بذلك، على مستوى الدول الكبرى زي امريكا، وعلى مستوى دول القاره الافريقيه من خلال الاتحاد الافريقي. شفنا الرئيس خاض معاهم معارك طويله في الحوار، وحتى الوزراء المعنيين، وزير الخارجيه وغيرها من الحقائب السياديه في مصر،
يعني استمرنا كثيرا، لكن خدنا كل المعاد. اعتقد ان ما فاضلش عندي غير دور الكنيسة المصرية في هذا الموضوع، ان هي من الممكن انها تلعب دور في تهدئة الاجواء، لكن في النهاية اعتقد ان احنا لا جيشنا ولا الرئيس ولا كل مواطن مصري هيترك نقطة من مياه النيل، لكن خلي ده الخيار الاخير لدينا. شفنا كل او خدنا كل المعارك الحوارية اللي انا بسميها فعلا معارك، لان هناك اطراف خارجية، كلنا ما احناش يعني غير غافلين عن الدور القطري او الدور التركي او الدور الاسرائيلي في هذا الملف بالتحديد، وده كان ان كان خطأ مننا ان احنا سيبنا علاقاتنا الافريقيه في عده عقود. اعتقد ان احنا يعني بدانا نصلح فيها، وده قام الرئيس عبد الفتاح السيسي فيه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسيه، عندما بجهوده الراميه او الداعيه للسلام عدنا لمنظمه الاتحاد، عدنا للاتحاد الافريقي، عدنا الى مجلس السلم والامن الافريقي، عدنا للبرلمان الافريقي، بل كمان ان احنا ترأسنا الاتحاد الافريقي عام، ساعدنا فيه كل الدول الافريقيه، ويمكن الانتصار الوحيد اللي احنا او الانتصار المهم اللي احنا حققناه في الايام الماضيه هو التعاون بصوره اكبر مع السودان الشقيق بعد القضاء او استبعاد نظام البشير وخروجه من الحكم، اللي هو كان بيسير جنبا الى جنب مع الحكومه الاثيوبيه نتيجه الضغوط التركيه اللي هي كانت بتمهد الى هدم مصر من خلال مياه النيل. اعتقد ان الايام القادمه هتحمل يمكن انفراجه في المفاوضات، لكن في النهايه كلنا ايد واحده، الشعب المصري شعب لا فيه طوائف ولا فيه فرق بين اديان، لا كلنا كلنا ما فيش عندي كلمه مسلم او مسيحي، انا عندي كلمه مصري. عندنا يعني المؤسسه الدينيه بقسميها الاسلامي والازهر او الاسلامي والمسيحي، فضيله الدكتور احمد الطيب وقداسه البابا صوادرس، اعتقد ان هم داعمين للقيادة السياسية، واعتقد ان هم هيكون لهم دور، لكن في النهاية احنا بنوجه رسالة، يعني انا بوجهها كمواطن مصري مش كمسؤول مش كاعلامي او غيره، لا انا بوجهها كمواطن ان طبعا. احنا مستمرين في المفاوضات، لكن المصريين ولا رئيسهم ولا مؤسساتهم ولا جيشهم هيتركوا حق من حقوقهم يضيع في الفترة الماضية الفترة القادمة. طبعا يعني احنا طبعا بنتمنى يعني كل الامور تمشي بسلام، ويعني كل الخير لمصر طبعا في الفترة القادمة، وفي الاول وفي الاخر طبعا يعني ربنا يعدي الازمة اللي احنا بنمر بيها دي على خير، وان شاء الله كده نرى الافضل والافضل في الفترة اللي جاية ان شاء الله. استاذ علاء، استاذ علاء انا يعني بشكر وقت حضرتك. لا نقطة جداً. نقطة مهمة عايز اشير لحضرتك اتفضل. عليها بس يمكن يعني شيء مهم جدا حدث في مجلس النواب امس. بعيدا بقى احنا طبعا قانون تقسيم الدوائر وغيره، لكن ظهر عندي قانونين امس من اهم القوانين اللي هو ناقشهم او مشروعات القوانين اللي ناقشها المجلس، وده ممكن ده عايزين نسلط الضوء عليه ومن خلال قناتكم الجميل. ظهر عندي موضوع لمكافحه قانون مشروع قانون اتوافي عليه امس لمكافحه التحرش ايا كان، وده شيء مهم جدا. شفنا بعض في بعض الفترات الانفلات اللي شاهده الشارع المصري، موضوع مهم جدا بخلاف ده موضوع التنمر، اللي لاول مره قانون العقوبات المصري بيقر مثل هذا القانون، ان مش عايز حد يستقوى على حد لا صح. بسلطه ولا بعنصريه ولا بجنس ولا بدين، يعني المجلس امس اقر عده قوانين سواء للشهر العقاري او وبدا يناقش موضوع تقسيم الدوائر المهم سياسيا، قوانين كثيره جدا وقوانين اقتصاديه ايضا، لكن اللي لفت نظري امس موضوعين في غايه الاهميه، يعني رفع الحد الاقصى لعقوبه التحرش، ايضا موضوع الترمم ان انا خليت فيه العقوبه هتصل ل 100,000 جنيه في اللي يستعدي حد اللي يستقوى على حد باي وسيله او بغيره، موضوع يجب تسليط الضوء عليه علشان نرضع كل من تسول له نفسه الاستعباء على اي مواطن او على اي حق مهما كان ضعيف او مهما كان
طبعا ما عندناش فئات او غيره، لكن عايزين نسلط الضوء عليك استاذ العزيز. صباح الخير عليك وعلى صباح كل استاذ علاء، وانا بشكرك على وعلى كل المصريين. انا بشكرك على التوضيح ده والمشاركه دي طبعا بختام هذا الخبر. وطبعا احنا طبعا بنتمنى ان القضاء على القضيتين دول التنمر والتحرش وان شاء الله نلاقيهم منتهين، وده طبعا احنا دايما بننتظره من مجلس النواب ان هو طبعا بيتابع اللي بيحصل في البلد وفي الشارع، وطبعا بيتم سن قوانين في هذا. فاحنا طبعا بنشكر حضرتك على المشاركه دي، وطبعا احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك طبعا، وان شاء الله يعني كل الازمات الوحشه طبعا تنتهي بخير، ودايما بنرى ان الافضل والافضل الفتره اللي جايه ان شاء الله. بشكرك جدا استاذ علاء الدين الحلواني الكاتب الصحفي باخبار اليوم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده خلصت فقره الصحافه، اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع مع الفقره الاخيره اللي هنتكلم فيها زي ما قلت لحضراتكم عن النيل واهميه نهر النيل في الحضاره الفرعونيه. وطبعا بيسعدنا ان يكون يتكلم معنا في هذا الموضوع الاستاذ الدكتور سعيد مغاوري عميد كليه السياحه والفنادق بالمنوفيه سابقا، فاسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع مع اخر فقره، خليكم معنا.